السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين عرب. اصدقائي، اول شيء هذا اثبات السحب من موقع فري كريبتوز 431 ساتوشي بيتكوين نورمال بيمنت 28 جانوري 2023. كمان داخل الموقع ابروف، شايفين اصدقائي تم الموافقه. انا طلبت السحب تقريبا من 28 دقيقه، اقل من نص ساعه كان الدفع داخل محفظتي، تقريبا هني 10 سنت، شايفين اصدقائي 10 سنت من الدولار. كمان اعطاني اشعار هون، شايفين اصدقائي يور بيندينج واز بروسيد، يعني تم الدفع من 3 دقائق. شايفين اصدقائي خلال تقريبا نص ساعه كان الدفع داخل محفظتي الفوشيت بي. طبعا اصدقائي موقع ممتاز، بيدفع على الفوشيت بي بالبيتكوين وبيدفع بعمله اليو اس دي تي او الدولار الرقمي. مثل ما قلنا حد الادنى للسحب بس 50 سنت بيتكوين ودولار رقمي، كمان نفس المبدا بالنسبه للباير كمان 50 سنت، وهذا شيء كثير منيح. بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تطلع لك اياه بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، يعني ضغطتين اخي كريم بتفتح معك هاي الصفحه. نحن بدنا نسجل بالموقع، بروح على كلمه ريجستر هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بيقول لك الموقع يحط هون ايميلك، يفضل يكون جيميل، لازم نتاكد هذا الايميل. بعدين بنحط اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، باسورد محترم، ارقام رموز حروف باللغه الانجليزيه، بنعيد الباسورد، بنحل الكابتشا، الريجستر، بيكون صار عندنا حساب. طبعا الموقع راح يبعث لنا رساله على البريد اللي احنا سجلنا فيه، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، في لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بسجل دخول لحسابي، لوجن، ايميل، باسورد، بحل الكاباتشا وبسجل الدخول. طبعا اصدقائي هاي واجهه الموقع من الداخل. نحن بنجمع شيء اسمه توكن، وهي التوكن نسحبها بالعملات الرقميه او بدولار الباير مثل ما شفنا بالبدايه. طبعا واحد توكن هو 1 دولار، 0.01 يعني 1 سنت، مشان تعرف المقاييس او المعايير. موقع ممتاز. نحن كيف نبلش نجمع هاي التوكن؟ عندنا هون مجموعه من طرق الربح، اهمها اوفر وول او العروض. شايفين اصدقائي اذا ضغطنا على الاوفر وول بتظهر لي العروض المتاحه. عندنا النوتك، بيتس وول، بيتكو تاسك، اوفر روك، وانداز، مونوليكس، سي بي اكس سيرش وغيرها، كل العروض الاساسيه اللي نحن بنشتغل عليها بشكل طبيعي موجوده داخل هذا الموقع الممتاز. بروح على المونوليكس مثلا، بضغط عليها بتفتح مع العروض المتاحه. هذا العرض تقريبا ب 10 دولار، 9.8 توكن، 8.7، شايفين اصدقائي تقريبا 9 دولار، هون بخمسة تقريبا بخمسة. شايفين اصدقائي عروض كلها ممتازة، 3.7، 3.5، هي العاب. شايفين اصدقائي هي للاندرويد وهي للايفون، كل ما عليك انك تحمل هي اللعبة اتوصل ل 9500 متر خلال 20 يوم، يعني شيء كتير كويس، مربح سهل مانو صعب ابدا. كل ما عليك انك تحمل هي التطبيقات تنفذ هي المهام، وراح ينضافوا خلال فترة قصيرة داخل رصيدك بهذا الموقع. كمان موجود كتير، شايفين اصدقائي 2 دولار، 1.8، 1.5، 1.3، ومثل ما قلنا الحد الادنى للسحب على الموقع بسيط جدا وبيدفع بشكل سريع مثل ما شفنا اثبات السحب داخل الموقع. طبعا ببدايه هذا الفيديو كمان استطلاعات لبعض الدول، كمان ممكن تلاقي اعلانات وتكسب منها شغلات بسيطه لكن تنضاف في رصيدك داخل هذا الموقع. في كمان عروض ثانيه كلها ممكن تشوفها اخي الكريم وتكسب منها. في عندك كمان اعلانات عاديه بي تي سي، ممكن تلاقي مجموعه من الاعلانات تشاهدها واكسب قيمها، مثلا هذا الاعلان ب 0.01، شغلات بسيطه يعني. بنتظر يتحمل معي الاعلان، اعدادي رقميه بنتظرها حتى تكتمل. طبعا اكتملت، اعطاني الكاباتشا، كاباتشا سهله بس بحلها اصدقائي، وبعمل تاكيد بكون كسبت قيمه هذا الاعلان. بسكر النافذه الاعلانيه اللي ظهرت لي، طبعا بتابع كمان بقيه الاعلانات بكسب منها. في عندنا روابط مختصره ممكن اتجاوزها واكسب قيمها، بعض الروابط قيمتها منيحة 0.017، وبعضها يعني ضعيف. فينا نقول فيك تشوف هاي الروابط تتجاوزها وتكسب قيمة أخي الكريم. في عندك كمان ويل اوف فورتشن، هو يعتبر نوعا ما من الصنبور، كل عدة ساعات في عندك الصنبور العادي لكن لازم تعمل 50 عرض ليفتح لك الصنبور. والاوتو فوشيت كمان نفس المبدأ، صنبور اوتوماتيكي كمان لازم تعمل 50 عرض لحتى يفتح لك طبعا الاوتو فوشيت. كمان اصدقائي في عندنا رابط الإحالي، إذا رحنا على كلمة ريفرال هون وضغطنا عليها بظهر لي رابط الإحالي الخاص فيه، باخذوا كوبي بوزارة الأصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل أفضل. أنت يا أخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. كمان في عنا من الواجهة الأساسية داخل الموقع بونوز يومي كل 24 ساعة من كلمة كليم، كمان بيعطيني أصدقائي شغلات معينة، 0.01 كسبناها بعد 24 ساعة فيني أرجع طالب من هذا الصنبور.
طبعا اخي الكريم حاول تترفع داخل هاي النوعية من المواقع، بتصير بتكسب بشكل اكتر، بتاخد بونوز على الليفل، وبتاخد بونوز على الصنبور، وبتاخد بونوز على اي شيء بتشتغله داخل هذا الموقع بيكون افضل. كل ما ترفعت اكتر انا ليفل 6، كل ما ترفعت اكتر، انت ببلش طبعا بالصفر، كل ما ترفعت اكتر بتصير تكسب اكتر او بشكل اسرع من هاي النوعية من المواقع. بعيد وبأكد دائما اصدقائي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية بشكل خاص، اكتبوا لنا اياه بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا. دائما دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.